يقول السائل: صليت بثوب عليه أثر المني دون غسل، وذلك لوجود ثوب الآخر في المغسلة وأنا معتكف. المني طاهر، المني طاهر، إذا صار على الثوب ولا على البدن فهو طاهر، لكن من المستحسن غسله وإزالته من باب النظافة، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ثوبه البقع من المني، كانت عائشة تغسلها أو تفركها، وأحيانا يبقى شيء ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم. المني طاهر وليس بنجس.